يا قلع. هاي شني شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني. هاي شني شني في الحياة بي هاي شني شني كل شي مكشوف. هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور. هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني الوقت المكشوف. هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني. هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك ما عجبني. هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة. هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى. هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا. هاي دني دني نبكي بدموع. هاي شني شني بيستو معرفة. هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور. هاي شني شني اللي باغي يشرب من الماء الصافي لازم يتبع مجراه، واللي باغي يصيد الغزال لازم يتبع خطاه، والكلام الموزون يتحفظ وما تنساه. أعزائي المشاهدين مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، أحبابنا وخاوتنا وخواتاتنا أوفياء برامجنا وأوفياء برنامج جني جني جو، واجركم وغايو ولبزوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزو الفلاون مرحبا يسون عسلاميون، أنتم اللي راكم خارج الوطن من الجالية الجزيرية المقيمة في كل أنحاء العالم وراكم تسوي في برامجنا وقناتنا وكراكم تشوفوا برنامج جني جني جو وتتفاعلوا معنا وتبعثوا لنا الميساجات ورانا نبعثكم احنا ذني الميساجات وراح لايق بكم حال في برامجنا. واش راكم ذنية ولبسها وقلتوا لي قولاني قلتها ولبسوا والله كذا. أصدقائي الأطفال واش راكم؟ توحشكم هذا الويكاد ما شفتكم شي راني متوحشكم. هانا عاود نتلاقينا لازم تاكلوا مليح وتتمشوا الطرف الطرف حذاري للطوموبيلات وردوا بالكم وقراوا مليح اصدقائي الاطفال والله كيف ايا دمر المزيكا. جراد غاضب عن طاقمه او طاقمه الوزاري. هاو دروك الوزير الاول راه غاضب، هاي شوفوا درجة موش لايق به الحال، هذا الوزير الاول راه غاضب، نشوفوا الشعب. هاو الشعب كل الشرائع الاجتماعية من نخبة إلى كامل في مكانها على حسب علاقته مع القطاع. ما نهضروش على الموظفين ولا الإطارات ولا الكفاءات اللي راهي مهمشة وداني الناس ماشي في بلاصتهم ومبريزينهم وحاطينهم اليكار. معناها يعني سيت رياليتي واقع اثبت يعني قطاعات كثيره اثبتت فشلها في الميدان علنا. الاولى او يبط ما كاش حركه تاع بعض المدراء غير كيما دارت حركه تاع مدراء غير كيما هذه اللي راه دارت تاع مدراء التربيه. كاين قطاعات كثيره بعض المدراء عمروا كثيرا في قطاعاتهم وما داروا والو. كاين اللي راه في بعض الولايه خرج من الفوكاسيون تاعو ولا لاتي بامور واحده اخرى وعنده علاقه مع بعض الفاسدين الواله ومتواطئين في كثير من الامور، وهي العداله راه غير من ذاك وتجبد واحد وما خفي اعظم. اني نقولها لا فيريتي، كاين بعض القطاعات دي ديريكتور اللي كاين في القطاع تاعو مش باغي يروح باسكو عنده راكم تعرفوا كيما ابوار يا منسية سيد الوزير. هذه رسالة التنسيق ما بين القطاعات. هاي ديجا سيد الوزير الأول ديجا وزارة واحدة فيها بالك زوج مثلا وزير، وكان وزير منتدب ولا وزير مكلف يا ما كاش كومينيكاسيون واللي تبين لك الفيدباك يبين لك في الميدان القطاع موش ماشي يعني الناس تبين لك الشعب هو يهدر ما كاش نتيجة ملموسة يلتمسها الشعب. كاين بعض المشاريع سواء في المحيط العمراني المدن ولا المداشر ولا القرى ولا حتى مناطق الظل اي ما مشاتش وباقي الامور هكذا ستاسيونير ستاغني. كانوا الناس يستنوا انها تتنفس ولو راهم باقيين راهم الناس لاتين غير في مناطق الشمس مناطق الظل حدث ولا حرج وهدرنا عليها قداش خطره.
ما زالت العقلية الفولكلورية في القطاعات معناتها يخدموا غير وين يشوفوا أحمد. زيد ترشيد النفقات ضروك في الحصة هذه كاين في واحد الموضوع راح نقول لكم ونعطيكم فيديو يبين لك وراء الهدر تاع الأموال العمومية أو الدرام هذو رانا نجيبو فيهم راه مفولو وموش حاجة سهلة سورتو ضوك أمام الصراعات الاقتصادية اللي متواجدة. وراهم هذو المشاريع نتاع اللي ينتجوا الثروة كيما نقولوا الثروة وراهم وراه عندهم وزارات خاصة ما كاش ما بان والو. يعني كاين ميم لو موفمون تاع لي ديريكتور ما كاش كاين بعض المدراء اللي قاعدوا في لي ديريكسيون تاعهم عمروا طويلا وخرجوا يعني بندمي الحق للساتوراسيون يولي ما يمتش ومن بعد يقولوا يعرفوه الناس يقولوا كاينين معارف ويعرف كتعمل يعرفوا اللوبيات ومن بعد اللوبيات هاكم تعرفوا اللوبيات كيف يخدموا وراكم تعرفوا شكون مور اللوبيات ويدا سابوتاجا. هنا نقدروا نقولوا باللي ما مشاوش كل القطاعات سي بور سا اللي الوزير الاول اللي راه غاضب. وراكم شتوا واش قال السيد رئيس الجمهوريه قال فيها وعليها حلل وناقش هكذا تقول جريده الحياه اليوميه والهضره اللي هضرناها احنا واللي هضرها المتحدث راهي من الواقع المرير الملموس اللي احنا رانا على احتكاك دائم مع المواطنين ورانا نتفاعلوا معهم ورانا عارفين شراه صاريه. ونحكي هذا الامر راني نحكي فيه بكل الم على خطر ما شفناش شونجمون ما كان والو ما زالت الحاله ستاسيونير في بعض القطاعات والله كيف. روحوا الى موضوع واحد اخر هو الجريده بالفرنسيه تقول لو اف اس برونونس سور لو كليما بوليتيك ويقولوا باللي لي زيليكسيون نو سون با اون سوليسيون على كريز اكتويل. معناها حب يقولوا باللي اذا كانت ما كانش الشفافيه واذا كان مثلا ما كانش حريه في البوليتيك واذا كان ما كانش حريه في الاعلام واذا كان فك القيود على بزاف صوالح ماشي لي زيليكسيون وحدهم اللي راح يكونوا حل او فك الشفره نتاع الوضع اللي رانا عايشين فيه. يعني هذه ما تمشيش وحدها لازم تتمشى معها الحريه في التعبير الحريه في البوليتيك الحريه في كي نقولوا التعبير معناتها الاعلام ونمشيو مع ندوه وطنيه ولا حوار وطني شفاف نقدروا نعرفوا اخطائنا ويكون بين مين نقدروا ننطلقوا باش ما نعرفوا وين راهم مشاكلنا ونديماريو سوا سوا. هكذا تقول الجريده هذه ويقول السكرتير جنرال النار تاع لو اف اف اس. روحوا الى من في نفس السياق يعني في نفس الوتيره وفي نفس السياق وهنا نربطوها مع الموضوع الاول المجتمع المدني. هنا نروحوا الى ولايه البيض. المجتمع المدني متعب بالبيض ومشاكل يعني نتاع الولايه هذه من السيء الى الأسوأ. يعني نختصر لكم الرساله اللي بعثوها الى السلطات العليا وبعثوا نسخه منها الى الجريده واحد الجريده يقولوا باللي القطاعات باقيه هكذا كيما راني كنت نهضر من قبل ما نعاودش نهضر الهضره اللي قلتها من الاول. هاي نتيجه اللي تبين لك باللي بعض الوزراء يعني ما قدرتش العبء كان ثقيل عليها او ما كانش ناس كانوا قادرين يمشيوها. وراني قلت بعض الحيثيات خاش لو كان ندخلوا في التفاصيل اي حصه كومبلي وما تخلصش ما فهمناش وين راه الخلل. مش قضيه شخص واحد ده انا راني قلت باللي هنا مثلا هنا في على مستوى ولايه البيض كاين قطاعات يقولوا باللي ما مشاتش وما تحركتش التنميه والدليل على ذلك بقات هذه الولايه سموها باللي من السيء الى الأسوأ على حساب واش قال هذو الممثلين تاع المجتمع المدني. يقولوا مثلا هذه البلديه عندهم 8 دوائر و22 بلديه اغلبها تعاني مشاكل بالجمله. القطاعات ما مشاتش 100% ويحملوا المسؤوليه للمنتخبين وللاداريين. هنا اولا المنتخبين اللي ما اداوش دورهم هذا راه مشكل ناسيونال وخاصه في المرحله الاخيره هذه ما فهمناش علاه راه كاين الوتيره هذه الثقيله ولا في بعض الاحيان لا مبالاه وكل واحد راه يقضي في صوالحه وكل واحد راه يتبدل جهته وكاين في بعض الاحيان كاين دي سابوتاج من الناس مش حابه تخدم باسكو ما لقاوش المناخ اللي يولفوا به واللي كانوا هما حابينه يكون. تغيرت الامور دروك كل شيء تتعلق مرجلها كل واحد يظهر على حسب خدمته وتبان علنا على الميدان وهذه راي الولايه ولايه مهمه جدا
ولكن بقات تعاني في نفس الشيء. شافوا باللي ما كان والو ويقولوا باللي اليد تاع العصابه مازالها متوشيه مع بعض الناس، سي بور سا اللي ما مشاتش الامور. هنا نقدروا نقولوا باللي هنا راه كاين سابوتاج ويحملوا المسؤوليه. كما قلت المسؤوليه الاولى راهي رساله ليك السيد الوالي تاع ولايه البيض. احنا رانا ما نهضروا على حساب واش قالوا للمجتمع المدني، راه يقول لك باللي التنميه غايبه، وروح شوف على الميدان باللي ماهيش اكزيكوتي 100%، وعليك انك تحل عينك مليح وتعاد تحط عينك اسيد الوليه. هذه الكلام يقولوا لك جني جني، والكلام اللي قالوه يعني كيما نقولوا احنا ترجمه للكلام اللي قالوه الجماعه تاع المجتمع المدني اللي بحثوا هذا الجمله من المعاناه الى كل السلطات، كل واحد في مركزه باش ياخذوا الامر هذا بعين الاعتبار. والله كيفه اليوم رانا ضياف في ولايه سوكهراس الحدوديه. واش راكم انا سوكهراس لبز وغايه، وهذه الولايه المتميزه اللي معروفه بطيبه وكرم سكانها، منطقه ثوريه بامتياز، منطقه فلاحيه وتاريخيه وسياحيه وثقافيه، ولكن السكان نتاعها في بعض الاحيان يعانون، في بعض الاحيان ينتظرون، في بعض الاحيان يتساءلون، وفي بعض الأحيان في حيرة من أمرهم. نروحوا إلى البلدية تاع صدراتة والمنطقة راس الكرب، شوفوا واه. أبو الواد كي يحمل ما ينجموش يفوتوا، هاي الولاد صغار. راكو تشوفوا في ولاد صغار، وكاين آخرين يزيدوا من بعد يزيدوا يسرعوا راسهم. تفضلوا هاو المطوش. الديجا راكو شنين، تفضلوا هاي. هاو البسباس. هاو اليوم البسباس. هاي الخيورات السبعة. منين تخرج ما كانش، منين تخرج الخرجه ما كانش. هاراكم شتوا بعينكم، يعني الاولاد يعانيوا لما يروحوا يقراوا. كي تجي الشتاء كاين واحد القنطره قال لك الفيضانات دايره حالنا لي زينونداسيون. هنا يبين لك لما تكون الامور ماشي مخدومه 100% اللي خلصوا شكون؟ الزواوله. وشكون؟ الاولاد الصغار. هاي يا سيدي، حتى في مناطق الشمس كاين المشاكل، ماشي غير في مناطق الظله او في المدن وكاين لي بروبليم، وحتى في المدن كاين مناطق الظل في المدن. على ذيك انا نقول مدينه متريفه باسكو لاميناجمون ما دارتش في وقت الصح. نزيدوا نروحوا لهذه المنطقه الفلاحيه بامتياز. لما نشوفوا الفلاحه تاعنا ونشوفوا الخير اللي عطاه لنا رب العالمين، وحنا واش رانا دايرين في هذه الارض نتحاسبوا عليها. كي الحاكم كي المحكومه كي المسؤول تاع البلديه تاع الدائره تاع الولايه والفلاح في نفس الوقت. هاو شتو شقال، يعني محصول الله يبارك خير كبير الذهب باش الواحد يروح يخرج سلعته يخليها في الارض حتى تخمج. هذه في بلاصه واحده 200 مليون. كان اللي راهم دايرين التربيه تاع الدواجن ما يلحقوش لهم على خاطر قولوا لي المشكل وين راه. مشكل بسيط جدا هو الطريق. لو كان يديروا تهيئة تاع طريق على مدى 300 متر ما دومونداوش دو لا ميرابوار، طلبوا غير تهيئة تاع طريق تاع 300 متر برك. ها يا سيدي، قال لك المندبة كبيرة والميت فارة. هاي رسالة ليك السيد رئيس البلدية الأولى. شت الأولاد هذو ولادنا ويغيظوا يبكيونا من آلامهم. هذو رجال ونساء المستقبل، هذو اللي رايحين يكونوا هما يقيديونا في المستقبل. فيهم طيار، فيهم جنيور، فيهم صحافي، فيهم بالك هو يقدر يكون وزير وروح ليه. هذو اللي كتشوف فيهم ولادنا. هاكم شتوا ارضنا، علاه الخضره راهي غاليه؟ هذا موش تبرير. خير كيما هذا يتدفن في الارض؟ ها تشوفوا فيها النورمال. سيد الرئيس كتشوفه، سيد رئيس البلديه، رئيس الدائره كتشوف ولا ما كش تشوف؟ سيد الوالي هاي رسالة أو تدخل سيد الوالي وبلا مزيتك. والله كيف مسؤولة كبيرة في ساوث أفريكا لاقبية التدخل تاعها فور. لا 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 لا، هذا المقترح اللي ديرته هذا الوزيره ولا المسؤوله هذه اللي جايه في ساوث افريكا، لا لا فور ولا لا لا. راكم كاع متشوقين واش قالت؟ شوفوا الناس
كيفاش يهضروا على القضايا العادلة كون هذه المنطقة عانات من الاستعمار والمشاكل والحروب الداخلية. تعرف واش معناتها الظلم والحقرة؟ قال لك اللي ما يحفظ على الجمرة غير اللي قوته ولا كيفه. هاي بحثت رسالة للرئيس المنتخب الجديد جو بايدن، قالت له the first problem in Africa it's one first شنو هو condition. قالت له إلا كان درت الحالة الموضوع هذا ودخلت فيه وانيليتو راك فور وتكملها فور وتخرج بار لا غروند بور وقادر تزيد موندا واحدة أخرى. دعوي الخير بايدن. نقول لك شيء ولا ما نقول لكش؟ لا لا نقول ولا لا لا. شي قالت له لانيولاسيون نتاع السيادة المزعومة نتاع المخزن إزاء خاوتنا الصحراويين. هاي الهضرة الزينة. لا لا فور لقتيبية فور. وإلا كان قلعها هذيو أنا نقول لك باللي راح يحظى بواحد الولاء من حيث لا ينتظر ويليق بهم كاع في لوموند. خاطش كاين بمقدر ما كاين الناس ولاو هذا السيادة المزعومة تاع الظلم والحقرة تاع خاوتنا. كاين واحد أخرين رايحين كيما يقولوا يوليو بايدن ويقلعها مليح ويديماري وتشوفوا الشيء يصرى غير الحاجة مليحة اللي تهم الناس المظلومين ولا كيف. نعود نوليو اللي من بين النقاط اللي هدرتها في الفقرة الأولى نتاع الأداء الحكومي لبعض الوزارات، وهنا بدون اتهامات الميداني يهدر. هاي يا سيدي هذا المسبح البلدي تاع عين تقبل دائرة بني سكران ولاية تلمسان. أنا تلمسان واش راكم وغايو اسم نقولكم لبزوا وغايو. هذه الولاية كذلك التاريخية الفلاحية بامتياز الثقافية السياحية وكذلك الرياضية، راهي عندها إنجازات رياضية وعندها مشاريع كبيرة. من بين المشاريع هام شوفوا التسيير، هاي لاجيستيون، ها هو الهدر، ها هو هنا وين يكون ترشيد النفقات. هذه اللي رانا نهدر فيها. لا لا كاينة منها ولا لا 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 لا. واش راكم تشوفوا دروك؟ راني نزيد عليها هنا. هاي لا رياليتي لا بروف تاع در. هذا مسبح بلدي ما فاد المنطقة، ما قلع ما مشى. هذا لا رياليزاسيون تاعو كانت في 2001 لصالح شباب المنطقة. هذا المنطقة اصلا هذا البلدية تعاني في جفاف كبير وسبات، يعني اون باراليل هو هذا الـ هذا الـ هذا البروجي ما قلع ما ديمار ما كان في التنفيذ ما كان اون اكزيكيسيون ما استفادوا منه الشباب. هذه الاولى من الاولين. والزوجه شي داروا له؟ عاودوا داروا له عمليه بروغرام دو ريابيليتاسيون. ها يقول لك يعني اعاده قبل سنوات، يعني حتى ما استفادوش منه. انا هذه اللي ما فهمت. ها هنا ها 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 بيت القصيد، ها هو المرض ورا، ها في هذا بيسين التبنى في 2000 ما استفادوش منه واعمى يعني وبقى يمشي هكذاك اهتراء مورا. من بعد زادوا داروا له ريابيليتاسيون. ونقول لكم مورا الريابيليتاسيون لما نقولش او ما استفادوش منه كذلك او مازال مغلوق. كاتب الدولة اللي مكلف بالسينما يعاود يطرح المشروع تاع المركز الجزائري السمعي البصري، يعاود يولي هنا باش تولي كاينة صناعة سينمائية كبيرة ومنتجة، ويزيد يحل كل هذه المراكز والمؤسسات ويديرها في مركز واحد. هذا دبارة مليحة ومشروع مليح، يعني يقضي على بزاف صوالح ويقضي على الميزانيات اللي تروحها كما يقولوا احنا هدرا، ويجمع كامل الإطارات والمستخدمين والخدامين والموظفين في مركز واحد. معناها هذو إذا كانوا تحلوا هذه المؤسسات معناها الخدامين ما يروحوش، يعاودوا يولوا المركز واحد. هذه احنا أنا الرسالة تاعي اللي نأكد عليها. خسورته العمال اللي تابعين للقطاع. مي بيت القصيد هو الإنتاج والصناعة السينمائية. هاو مثلا كاين هنا مشكلة أنه لما الوزير طرحها في البداية تلقات رفض، على خطر كاين المادة القانونية قال لك غير متوفرة، لازم تقنن. وباش تقنن واش يلزم؟ يلزم التنسيق،
مادام الكاتب راه عنده مشروع، هو من اهل الميدان وراه يعني كيما نقولوا دار مشروع وراه رجل ميدان. لماذا؟ لانه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. بصح لما جاوا الناس تاع الميدان هاي كاينه بيروقراطيه ضروك، وعلى حساب الالتماس تاعي واللي راني نشوف على ما مشاتش نقدر نقول باللي الوزيره لازم تفتح له المجال ويكون كاين تشاور ويكون كاين تنسيق، وهذا اللي لح عليه السيد الوزير الاول واللي هضرته في البدايه. لازم تكون كاينه لا كورديناسيون ويكون النصوص القانونيه تكون يعني مقنعه وتكون يعني تكون عميقه في الشكل وفي المضمون وتكون يعني علميه وممنهجه وفيها الفائده. هاو الامر اللي خضع لاعاده النظر والترفض على خطر النص القانوني ما كانش موجود. وضروك لما يتوفر النص القانوني وهذا كيف يكون؟ هل مستشارين من تاع السيد كاتب الدولة والمستشارين تاع الوزيرة يتلاقاو والكاتب يتلاقى والوزيرة تتلاقى ويهضروا هضرة واحدة لو ميم لونغاج؟ لأنه المستفيد الوحيد شكون؟ هي السينما. واللي يستفاد شكون؟ هو الاقتصاد. باسكو كي تكون كاينة صناعة سينمائية ليكونومي تاعنا تجي منها هذه الثروة، وهاي من وسائل انشاء او خلق الثروه حتى في السينما تبارتيسيبي في الاقتصاد الوطني. هم زوج وزاره الله يباركها، بصح عام مازال ما لقيناش الريزولتا. وهنا راني ديريكتور مروحت للانتاج السينمائي، خلينا من المراكز السينمائيه اللي الوزير حب او الكاتب الدوله حب يلائمها كامل ويديرها في منشا واحد، يعني تولي كيما نقولوا ايتابليسمون واحده. وهنا رايحين كيما يقولوا هذوك لي لاكون يخلصوا وتولي هدف واحد اوبجيكتيف واحد، والله اعلم وما نعرف. ان شاء الله نتمناو فيها الخير. مشاهدينا الكرام راكم شفتوا بعد ما خرجنا من الموضوع تاع السينما نروحوا الى التعبير وولادنا وبناتنا، وراه شرح صار عند يعني ولادنا وش دايرين في العائلات تاعهم وكيف راهم يعبروا ويتفاعلوا مع قناتنا ومع برامجنا. ونروحوا هنايا لهذا الطفيل هذا السوالم طه فرات اللي من مدينه وهران، تحيه كبيره للناس وهران، وهذا راه من منطقه جير البير، تحيه لجماعه بير الجير والميلينيوم، تحيه كبيره كذلك لعائله عزيزي واش يقولوا له هذاك إيهاب ووديع وخيره وجمال وسوالم طه فرات هذا اللي. وكذلك كاين فيديو واحد اخر تاع ثاني جانا من خلينا رانا جينا من وهران دوك نروحوا للعاصمه، هاو تعبير واحد اخر العرابه الرهف هذه من سيدي موسى بالعاصمه، نشوفوا التفاعل تاعهم كيفاش كان يعني هايل ورايع والجو العائلي. ما شاء الله ما شاء الله على وليداتنا وبناتنا، وان شاء الله هذو هما رجال ونساء المستقبل ان شاء الله اللي نفتخروا بهم. ما وانا دائما نقول لكم ولادي بناتي او صح سيف راكم تسمعوا الغن الاغاني تاعنا، بصح ما تنساوش تقراوا قرايتكم، وانا نقول لكم حفظوا القران. ومن ذاك راكم تبعثوا لي هكذا ايات قرانيه راكم تقراوها نشوفها في الفيسبوك، يعطيكم الصحه وربي يحفظكم ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين كاين واحد الغنيه تبارطاجات في صفحات تونسيه ومن بعد نوروها لكم. تحيه كبيره لاشقائنا في تونس، وانا يعني كما نقولوا امتنان ورد فعل ايجابي بيناتنا تفاعلي، وان شاء الله تدوم محبتنا وصداقتنا الى كل الدول العربيه سواء المجاوره خاوتنا الشعوب اللي راهم جيراننا وخاوتنا اللي راهم متفرجين. وخاصة هذه الغنية أنا غنيتها ودرتها بريتم التونسي حفرة ودودانا والسيركلاسيو واللي مازال حاصلين فيها ومازال متريق للشاة. تكون جاي سيركلاسيو تكون رايح تخمم في السيركلاسيو، تكون راقد وقيلة وتخمم حتى في السيركلاسيو، ولا كيف؟ كودانا وحفرة حفرة ودودانا حفرة ودودانا دودانا وحفرة وعلى الدودانة يا وعدي فتحوا الطرقانة يا وعدي وعلى الدودانة يا وعدي فتحوا الطرقانة يا ماما يتزي بركانة يا وعدي خدموا الطرقانة يا ماما حبيبنا شاطر يا ماما اطريدوا قناطر يا ودي
سركالات اختل الخاطر والدير السكر يا وعد ترجع مدمر يا ماما والقلب تعمر يا وعد الدخان وسخانة يا للا جيه الدرقانة يا وعد يرتاح الخاطر يا للا يوصل للزاير يا وعد واللي بصلاحه يا خويا وهمومه مرتاحه يا ماما في الطريق يقباحه يا ماما دوب رجع لي من يا وعدي راني جاي مبليدة يا ليلى ما هيش بعيدة يا ماما واللي جاي مسعيدة يا خويا فيك الرصة شديدة يا ماما الحفرة طحنا يا وعدي سنة سعيدة يا ماما خدموا الطرقانة يا وعدي وحنا تبردينا يا ماما قطروت جديدة يا خويا راني نتعذب يا ماما حفرة ودودانا دودانا وحفرة حفرة ودودانا حفرة ودودانا حفرة ودودانا ان شاء الله يخلصوا الحفر ويخلصوا الدودانات وتولي الطريق ديريكتا هارت مرت. اعزائي المشاهدين الحقنا الى نهاية الحصة نقول لكم نتلاقوا غدوة ان شاء الله في مثل هذا اليوم. ما تنساوش تفاعل تاعكم معنا في الباكس بوك وفي الواتساب وكذلك عن قريب الانستغرام. نتلاقوا ان شاء الله تمورو ثان ميرث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في لمان وغدا إن شاء الله. يا حي وشكم لبسكم لها هيا قلع هي شني شني يا شني شو هي شني شني بلاك تنني هي شني شني في الحياة تيبي هي شني شني كل شي مكشوف هي شني شني من دشرة لدشرة هي داني داني وراني نصور هي داني داني يا شوف تشوف هاي جني جني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي جني جني وصوتك معجبني هاي جني جني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي جني جني ولا تخافة هاي داني داني يا راها دلفة هاي جني جني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني